فمنهم من قضى نحبه. وجها هذين المقاومين ما زالت تزينهما علامات الصمود والإباء، مقاومون قدموا تضحيات لوطن ينعم بالحرية. تسعة منهم ومن أعضاء جيش التحرير حظوا بالتكريم في الذكرى 89 لمعركة جبل بادو، ثلاثة منهم توفوا. إلى جانب التكريم المعنوي، التكريم المادي في حق مجموعة من 34 من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، وخاصة من ذوي حقوق المتوفين من المقاومين. معركة بادو دارت رحاها في عام 1933، وخاض غبارها أبناء إقليم الرشيدية. مقاومون اعتصموا بقمم ومغارات جبل بادو بعد تشديد الحصار عليهم وقصفهم من طرف قوات الاحتلال. كان الحصار عليها من قبل السلطات العسكرية الغازية والمحتلة، وقد أبلى المجاهدون بفضل الحيكة والعزم والصمود والتفاني والغير الوطنية أبلوا البلاء الحسن. معارك جبل بادو من قبيل معركة بوذنيب ومعركة إفري هي ملاحم تشكل وميضا من تاريخ المغرب، ومنارات بارزة من سلسلة الكفاح الوطني ضد الاحتلال.